إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. مش عارفه ايه الوليمه اللي انا عملتها دي، بس حسيت ان انا عاوزه افطر كده النهارده، فانا عملت كده. بس اهم حاجه ان انا شربت الميه دي الحمد لله يعني، وهكملها ان شاء الله يعني، مش على مدار اليوم، لا ان شاء الله كمان ساعتين اكون خلصتها يعني. خلاص قررت اتفرج على نعم الافوكاتو، مع اني اتفرجت عليه في رمضان، بس هتفرج عليها برضه عشان انا بحبها الصراحه. ما قدرتش اكمل اكتر من كده، بس الحمد لله وشكر لله بجد، الاكل كان تحفه. المفروض ان انا اعمل الغدا دلوقتي، بس الصراحه ما عنديش اي طاقه ان انا اعمل الغدا، وماليش نفس الحمد لله شبعانه، فانا هكتفي بان انا عامله ايس كريم مانجا فهاكله كتكوت.
طعمه حلو قوي. حطيت البطاطس في الميه هنا علشان تنضف شويه. النهارده هيكون اكله سهله جدا جدا جدا، مكرونه وبانيه وبطاطس محمره. كان نفسي قوي اعمل شاورما، انا كده كده محضره الاثنين، يعني انا كده كده عاملاهم وسايباهم مجهزاهم يعني، بس مش عارفه يعني، انا لسه ما قررتش، بس كل الاثنين سهلين وانا كده كده مجهزاهم يعني. دلوقتي انا عايزه اعمل خيار مخلل عشان خاطر عايزه اكل شاورما كمان يومين. انا كده كده اصلا متبلاها ومجهزه كل حاجه فيها، هي يا دوب بس هتتعمل في السندوتشات ومع بطاطس بقى. عايزه يبقى معايا كده ايه، خيار مخلل وكده. انا مش هعمل كتير، هما يا دوب الثلاث خيارات دول، وبفكر كمان لو هما اتنين بس يعني قشطه. فان شاء الله هعملهم دلوقتي. هو انا مش عارفه الطريقه ومش عندي نت دلوقتي في البيت، فهعملها على يعني على تذكري للفيديوهات اللي كنت بشوفها او ماما كده يعني. الحياه لوحدك صعبه قوي. هبدأ بقى دلوقتي ان انا اقطع الخيار. انا مش عايزه يعني، في ناس بتقطعه كده، لا انا عايزاه يكون طويل بحيث انه انا مثلا يوم ما اجي احطها في الساندوتش تبقى بالطول يعني. كده ايه، تكون بالظبط كده. دلوقتي انا بسخن الميه وهتبقى عليها بقى ايه، ملح وخل بس على ما اعتقد يعني. مش عارفه اذا كان بيبقوا محتاجين حاجه اكتر من كده ولا لا، بس على ما اعتقد ان المخلل بيتعمل بالطريقه دي يعني. هحطها بقى في العلبه دي. ليه انا بتعامل معاها ان هي نوع مؤنث؟ ده مخلل. وهحط بقى معلقه ملح، وما اعتقد كفايه يعني، مش هكتر اصلا حتى لو هيحتاج اكتر، عشان انا عندي املاح وخل بقى. وانا معتقد الخل هو اللي بيخلي المخلل يتخلل اصلا. من ساعه ما حطيت الخل في ريحه قويه جدا جدا جدا. هقلب بقى شويه كده، هزود بقى الميه السخنه دلوقتي. ده بقى نزل الخل، اقلب الاول عشان الملح يدوب. ريحه الخل حلوه قوي. احط بقى الايه، بفكر احط شطه بس انا مش عندي شطه للاسف. ممكن احط قرن شطه يعني، انا بحب الحاجات تكون حراقه. كيوت. ده هحط ده بس، هو اصلا كفايه قوي يعني. وهديله غزايه كده، مش طويله يعني، يا دوب عشان يطلع بس ايه الحرق ال كده. الجو لو سمحت بس كده. احط بابريكا. شكله كيوت قوي. حاسه ان الغطا ده مش بتاع العلبة. لا بتاعه جن.
يتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. شوية خل على البطاطس بس كده وبسيبها بقى شوية بتنشف كده. دلوقتي بقى يعني ايه في معركة عندي، هعمل كيكة تمام. اول حاجة هعملها ان انا هنخل كوبايتين ونص دقيق، دول مقدار كوبايتين ونص وحبة صغيرين زيادة علشان خاطر الصينية في الاخر قبل ما احط الكيكة فيها يعني وكده. الكوباية دي بقى احنا هنحتاجها طول عمل الكيكة علشان خاطر المقدار بتاع بقية المكونات يعني وكده. نبدأ بقى نخل على شوية، وبستخدم بقى للكيك كيك شيف جين، مش عارفة والله هو مقطع ولا لأ، بس أنا بستخدمه بقالي كتير، بس على ما أعتقد يعني هو مش مقطع. مش بحط الكيس كله، في مثلا حوالي ربع معلقة اهي جوه الكيس، بحب أحطها مع البيض واللبن وكده يعني. في حاجه بقى عايزه اقولها لكم، انه مثلا الحلويات بخلي ليها مثلا سباتولا معينه، الخضار ليه سباتولا معينه علشان خاطر اما بتلقط الريحه يعني ولون بقى وكده. حتى عندي دلوقتي جايبه خلاط للخضروات والصلصه والحاجات دي، وخلاط عشان لو عايزه اعمل عصير، لو عايزه اعمل اللهم صل على رسول الله كيكه مثلا، اي حاجه من الحاجات دي ليها هي، بحيث عشان الريحه بس مش اكتر. دول اربع بيضات اهم، وهحط عليهم بقى كيس الفانيليا ده، اول مره اجربه مش عارفه بقى يطلع حلو ولا لا، بس يعني ان شاء الله خير يعني. حاجه جوايا بتقولي استخدمي الفانيليا العاديه، بس مش عارفه حاسه كتير صح. هحطه بقى كله وخلاص، بس ريحته حلوه. بصوا هو الاهم ان احنا بنحط الاول البيض في طبق عشان لو في قشر ولا حاجه تعرفي ان انت تطلعيه يعني، وبعد كده هحطه بقى في الخلاط اللي انا قلت لكم عليه. وهضرب بقى شويه في الخلاط كده لحد لما اللون بتاعه يبقى ابيض. في المرحله دي بقى هبدا ان انا اضيف كوبايه سكر، نفس الكوبايه اللي عيرت بيها كوبايتين ونص دقيق. كوبايه لبن، بعد كده بضيف بقى ايه كوبايه زيت، يعني كوبايه سكر كوبايه لبن كوبايه زيت مع اربع بيضات والفانيليا مع كوبايتين ونص دقيق وشويه بقى البيكنج باودر اللي انا سبتهم في الاول بس كده. وفي المرحلة دي بقى بضيف بقى السائل كله للدقيق، بس ما بضربوش في الخلاط. بسم الله الرحمن الرحيم. وبقلب بقى ايه في اتجاه واحد كده لحد ما يختلط كله وبالراحة، واحاول ان انا ادخل هواء. بص يا جماعة، انا كنت اكتر انسانة في الدنيا بتفشل في الكيك، عملتها في حياتي بس تقريبا مرتين او ثلاث مرات وكانت ناجحة، لحد الحمد لله وشكر الله لما جربت الطريقة دي نجحت والحمد لله يعني. انا استخدمت اربع بيضات لان البيض صغير، يعني لو البيض كبير استخدمي ثلاثة. بسم الله. بالنسبة لماما بقى القوام ده تقيل. وهقفل الفرن، مش هحطها على الرف الاولاني، وبحط مع جنبها كده كوبايه استانلس ميه
عشان خاطر ايه تطلع طريه كده وحلوه زيكم. بص الكيكه قمر قمر قمر، انا مطلعاها بقالي تلت ساعه كده ولا حاجه، هي لسه سخنه، فانا مش عايزه اقطعها دلوقتي عشان لما بتقطعي الكيكه وهي سخنه بتتفرفد، فهستنى شويه كده واقطعها يعني واوريكم من جوه عامله ازاي، واوريكم هي قد ايه بيضه من جوه. ودي حاجه الحمد لله اللهم بارك، يعني انا بحبها قوي في الكيكه بتاعتي. شوفوا يا جماعه الاكل كان عباره عن، انا كنت محمره بانيه وبطاطس محمره، وعملت بقى ايه جبنه وكاتشب وعليها البانيه كده، وهلف بقى الساندوتش وخلاص، لان انا ما عنديش طاقه اعمل مكرونه وبانيه. وانا لما قال صدقتنا ونكون عليها من لسه قايله انا يعني كتير خلصتي في وقت.